حتى العلب الصغيره اللي احنا بنستعملها، في علب اللي هي ممكن بستعمل فيها الحمص بجيبها واتاكد انها بغسلها، ممكن اي احجام من العلب على اساس ديت هطبخ فيها وهستعملها بحيث ان انا احط فيها عجين، والعجين اللي هنعمله بيتخمر يعني بيحتاج وقت للتخمير. هنعمل الاول العجينه اللي هي بيكون فيها المكونات الجافه عباره عن دقيق، نحط هنا الدقيق ومعاهم بحط شويه من الملح، حبه صغيرين من الملح، دي المواد الجافه، وشويه من الخميره نخلطهم مع بعض، وهحط معاهم سكر بودره، شويه من سكر البودره وزبده. العجينه اللي هي زي اللي هو البيناتون، نوع من انواع الخبز او الكيك الايطالي، حط قطعه الزبده بتكون زبده طريه بحطها، وبحط معاهم صفار بيض، حط بقيت الزبده وبحط معاهم صفار البيض، نعجن كل دول مع بعض، واثناء ما هم بيتعجنوا هنكههم وندي لهم طعم البرتقال، فهستعمل شويه هنا من بشر البرتقال، شويه صغيرين كده اهوت، ممكن لو حبيت نحط، لو حبيتوا تحط شويه صغيرين من عصير البرتقال عندكم اختيارين، لو باخد العصير البرتقال ممكن استعمله مباشره او بجيب قطع من التين وشويه من الزبيب، ممكن احط عليهم شويه من عصير البرتقال هنا واسيب دول يطروا، يعني بطريهم اهوت، وفي نفس الوقت بضيف هنا ميه، او زي ما قلت ممكن تكون شويه صغيرين من عصير البرتقال بدل الميه لو عايز يكون طعمها مختلف. بسيب العجينه دي تتعجن حوالي 5-6 دقائق لغايه لما اوصل للشكل دوت، بتبقى لونها اصفر شويه وفيها قطع البرتقال، يبقى ديت هاخدها على اساس ان انا بجيب العلب، وعلشان اتاكد برضو ان العلب بقطع حته صغيره من الورق واحطها من تحت، وبجيب ورق الزبده واقطعه قد العلبه او اكبر منها شويه عشان مستني انها تتخمر، يعني هسيبها انها تتخمر. يبقى عملت العجينه بعد 5 دقائق في العجانه بتوصل للشكل دوت، زي ما احنا شايفينها طريه جدا ما بين الكيك وما بين الخبز، يعني دي ما بين الكيك وما بين الخبز، بفردها هنا، وبعدين باخد الزبيب مع التين، ممكن تستعملوا اي فاكهه جافه لو حبيتوا، بتقطع هنا اهو بعد ما بنقعها شويه على اساس لو في اي حته طلعت منها ما ينشفش، يبقى كده، ودي خلاص بالنسبه للعجينه خلاص انعجنت. وبعدين باخد دوت والفها، بنلفها بالطريقه دي، بتبقى حجمها اصغر من العلبه شويه، يعني باخدها هنا اهوت، ممكن لو عايزها اعملها على اتنين ناخد دي كده اهوت واشوف العلبه حجمها قد ايه. فديت اسهل لي ان انا باخد القطعه دي، وممكن نقطعها من النص، نجيب السكينه بقطعها من النص ونحطهم على علبتين، بجيب الورق والفها بالطريقه دي، بسيب مساحه انها تكبر، نحطها هنا اهوت، وبسيب الورق اللي احنا حاطينه دوت بحيث ان لما اسيبها هتتخمر وهترتفع وبتعلى، وحاسس لو انا حسيت انها هتعلى قوي ممكن اجيب خيط واربطه حواليها، حوالين الورقه يا دوبك بس يمسكها شويه، يعني الخيط العجينه اللي انا جايبها كده اهوت بعملها واحط جواها الورق، او احطها جوه الورق بنفس الفكره، نلفها هنا اهو، وبعدين اربطها من فوق، يعني الحته اللي فوق ديت نحط عليها فتلة، لما احس انها ابتدت ترتفع بتعلى بتبقى الحجم بيتضاعف فيها، بدخلها في فرن بيكون حرارته 190 حوالي نص ساعة 35 دقيقة. يعني لو بصينا للثلاث خطوات، احنا عملنا العجينة ينوت، بسيبها تتخمر، يعني ديت اول خطوة، بترتفع العجينة بتبقى مربوطة بالطريقة ديت، بدخلها في الفرن ده بيكون الشكل بتاعها، وديت ممكن بنرش عليها شوية من السكر البودرة قبل ما نقدمها، ولو حبينا ممكن نقطعها لو عايز، ممكن بجيب نهاية العجينة بتبقى هشة وهوائية، نجيبها هنا بنقطعها حسب الحشوات، إذا كان تين أو إذا كانت فاكهة جافة، نقطع هنا شوية منهم نرصهم هنا، ولو حبينا ممكن بنعملها بالتمر او بنعملها بالزبيب، ولو عايز اقدم معاها الفاكهه الجافه ممكن تبقى للتزيين، حط كام واحده هنا اهو
ولو حابب ان انا اقدمها كهديه لاصدقائي ممكن اخليها في العلبه بتاعتها. هنا عندنا شويه من الفاكهه الجافه ممكن ازين بيها، ممكن اخليها في العلبه بتاعتها لو حبيت، او لو عايز يعني نخلي واحده صحيحه يبقى عندنا هنا واحده صحيحه او واحده بالطريقه ديت متقدمه، وباخدها الفها قبل ما اقدمها، يبقى عندنا اكتر من اختيار للضيوف اللي احنا بنعملها لهم، يبقى بنقدمها لهم كده او بلفها واخدها واقدمها لهم.